بدا البث الصوت صالح والله حين خرصو كان الصوت اهم شيء فيه الصوت لان اتفاقيه لا بدا فيها الصوت يعود ما فيها الصوت تعود ما صلحت من دراك كان الصوت جا والله خرصت خلاص تعليقات الصوت صافي زين الاتفاقيه قلنا عنها بعد 3 اشهر محمد الاستاذ محمد فال عاطي الاستاذ الشيخ الشقيطي 3 اشهر يخلصوا فيهم الين ما يخلصوا فيهم تعود الدار ملك الاستاذ محمد فال ما له حق هذا اولا هذا اولا هذا اتفاق رقم 1 اتفاق رقم 2 اعلن الصبح والله الليله والله نهار ما الصبح خلال 3 اشهر اي وقت اجبر الشيخ بيعها في الدار ليجي محمد فال ويبيعها ويخلصوا منها مثلا ما يقدر يبيعها الصبح ويقول له لا بعد 3 اشهر لين يخلصها هذا ما له صحيح ما له صحيح الاتفاق الثالث اعلن ذا اللي خلق لاركاتيا الصبح لا يقيسوا نفس نوتير اللي عدلوا عنده البيعه وعدلوا عنده ذا الاتفاق مكتوب ما له حقيقي والله اي شيء وجدته من هذا قد نعطيه قبل ما مثلا لو لقيت له 5 ملايين قلت اي شيء نفصله نعطيه له قبل ان شاء الله ذاك توافق عليه والله انه ولي يجبر مثلا ان 5 ملايين يدفعهم لك وكذا انا اعطي للشيخ يقول عن بعد 3 اشهر ما تجيني فاضتي لا انا قاعد فاضتي ما تكتمل الفضه انا مشكلتي بعت الدار انا ندور الفضه ما يعطيها لي ما يعطيني من هالشيء بعد 3 اشهر لا لا كردهم انت يا غير انا راس الخيط انه بعد 3 اشهر ما نجبر فاضتي قال الشيخ عن الدار تعود لي يا غير اني فوتوي قدم شوري انا شيء هذا والله رد له قال فضيله الشيخ الافضل على ان تفتحوا كونت خاص بها تم اللي جبرت فيها ديروا فيها ماشي جبرت فيها لكن بعد ماشي خاص تعود ملكك والله بعد 3 اشهر لين ما يعطيك فضتك تعود دار ملك ملك لك انت طالك اتفاق رقم 3 اعلنكم هذه الروايه اللي توافقتوا عليها الليله الصبح ترجعوا النوتير نفس نوتير نفس نوتير وتوثقوها عنده الاتفاق الرابع انكم تسامحوا فيما بينكم والصفا تنتهي القضيه رانا مسامحين شيخ رانا نبارك لكم الله يبارك نبارك لكم ان شاء الله الصبح الله يحفظكم الاتفاق ما كان يخلق له لا ترند ولا اسعار بالاتفاق الله يحفظكم ان شاء الله الله يحفظكم كلمه اخيره نبارك ربنا صلى الله شيخ مبارك كلمه اخيره اشكر ترند واشكر محمد فال على هذه الفرصه واسال الله ان يوفق الجميع ونحن أخوة قبل البيع وأخوة بعده وهكذا رحم الله من باع سمحة ونشترى سمحة الله يحفظك الله يحفظك محمد فال شكرا جزيلا للترند ورانا مولين مستسمحين من الشيخ مستسمحين من كاملين والحمد لله على الاتفاق الحمد لله الحمد لله شكر الله لكم إذن مشاهدينا الكرام إلى اللقاء السلام عليكم